عذاري، ديري بالك على عذاري، احنا العذاري، لا بقى عذاري. أم سليمان وداود 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 لك حقتنا، لك حقتنا بالنهار أكيد أكيد سهران طول الليل. أحسد على السعادة اللي أنا فيها. الله يديم عليك السعادة للأبد إن شاء الله. أمي أبو داود توقيعك الكريم بس على الملف بس لو تكرر وقته. تفضل قلم أمي سليمان بس الله عشان نعمل الشغل. البارحة سهرت سهرة ما صارت ولا استوت. أمي أبو داود بمشاري لا قال شيء يصير ويستوي. لما نقول لك الزواج الثاني نعمة يعني نعمة. نعمة نعمة أتمناها لكل حبيب. نعمة زهرتني للصبح وأنا في المستشفى. أفا عسى ما شر. ما شر ماكو شيء. نادلي راشد. أمي تدري راشد ما داهم اليوم واتصل بالتليفون وقال إنه قال إنه عنده شوية شغل ما ندري ما متأكد. أشوف هالأيام كثر غيابه صارت فوضى. لا مش ما تدري نسيب المدير بعدين من حقه تدلل. قال روح بس روح انت ان شاء الله. Thank you.
ألو فؤاد، صباح الخير. عطني راتب لو سمحت. ألو ألو أبو الرتب، اسمعني اسمعني زين، أبيك تأجر مانيت وتنطرني فيه عند المزرعة اللي بالوفرة، نفس قدام المزرعة نفسها، نفس المكان الأولي. وش فيك أنت ثور؟ يا أف عليك، نصيبك عندي. لا تخاف لا تخاف، عملية كبيرة، عملية كبيرة في 12-14 دينار. مالك أف عليك، شك فيني شك فيني يا راتب، على آخر الزمن تشك فيني أنا؟ أنا راس مالي الأمانة، الأمانة والشرف. شفت شلون أفكاري؟ قايلت لك أفكار نوال ماركة مسجلة. وش الفايدة يا نوال؟ وش الفايدة يا أخيتي؟ ميتة قهر، جبت العلة وقعتها على شبي، من أشوفها شنو أشوف يني؟ لا والمصيبة أن سليمان ماكو طول النهار يتمضحك ويتغشمر ويدللها، يعطيها ويها ويعطيني ظهره. سليمان ويا حق بالله عليك، هذا وي أنا لو مسلمان ما قعدت جابل رقعة ويهج. طالعك رحلتك كلها سنون ماعين، شوفي شعرك كنا سيم ماعين، شوفي دلالش تلبش شلون تزين وسوي مثلها. والله عاد المرأة مهي بزينتها ولا بشعرها ولا بهدومها، المرأة بطيبة قلبها. يعني عينك، الريال يحب يشوف زوجته مزهلقة ومزينة دايما، وبعدين يدور على طيبة قلبها. نوالو أنا ياخذ نصيحتك، مو هيك عميني طلباتك. أنا بعرف شنو اللي يخلي سليمان يحبها الحب كله ويدللها ويعاملها معاملة زينة، وأنا كله يذكرني ويشعمني. قايلت لك قعدي مع دلال وسمعيها وشوفيها شو تقول له وسوي مثلها. أكيد دلال مهي جليلة، عندها حكي، وهو اللي سحر سليمان وخلاه يحبها. يا ربي تقول اسمعيها وسوي مثلها. زين هي ما تحكي شيء قدامي؟ ما تقول لي شيء؟ حول ولا قوة الا بالله. قومي معي، قومي، بطيتي شدي، قومي. يبا صار لي ساعة وانا قاعد اكلمك، حتى بكلمة واحدة ما رديت علي. حكي ما منه فايده الحين، خلص الحكي. طبخ طبختيه يا الرفلك ليه؟ اي بالله يهداك، انا اللي فيني كافيني، بعد انت تزيدني هم. اقول لك كلهم ضدي، ما حد قادر يكون معاي بهالبيت. بيننوني، ما حد يواطني كني عدوتهم، حتى عيالهم حاطين دمهم دوبي. الشكوى لغير الله بذله، ما عليه. انا ما سويت شيء غلط، ولاني يا ربي اول وحده او اخر وحده تتزوج على شريكه. الا غلطتي ونص، ومدامك للحين انت معترفه بغلطتك تحملي النتيجه انت وريلك سليمان. يبا انا جاي اطلب منك المساعده، صاير صوبهم من صوبي، صاير معاهم علي انا ضدي. ايه بنتك ولا انا بنتك؟ انا ما معذوره باللي تسويه، ويا مالك بتشوفين من هالويل من مؤامرات ولاعيب. خلاص انا ماشي. انت حكيم ما تشوفها هني؟ ولا يدها يقدر يشوفها. زين ما قلت لي شو اسوي فيها؟ هذا اللي بتموتني قهر، الجهاز التسجيل هذا بيسجل كلامهم كله. سمعي دلال شو تقول له وتعلمي منها، وعاملي سليمان بنفس الطريقه اللي تعامله، كلمه بكلمه وحرف بحرف. بس ما قلت لي شلون اشغلها، شغل مسجله شلون؟ المسجل هذا معاه جهاز يسمونه ريموت كنترول، شغليه من دار. بس الحين
انت متاكده انه راح يغير معاملته لي ويحبني؟ اكيد. شو قاعد برا؟ يلا. أقول لك حد، الريال يا حبيبتي مثل الياهل، كلمة توديه وكلمة تجيبه. لا وزيدك من الشعر بيت، في ريايل ايون بكلمة طيبة، وفي ريايل ميون إلا بالعين الحمراء. كيف كيف؟ خليك عادية وياها وبيني لها إنك تحبينها، لزوم الشغل عجاب. زين هلا هلا بدلال نوار. هلا يا هلا يا حي الله. مني؟ هلا شلونك؟ الحمد لله. وينك من زمان ما شفتك؟ والله شو اسوي شغل عندي. يا هلا تعالي تو ايش تقولي والهانة عليه، تعالي حبيبي. هلا هلا اولها عليك العافية بعد. الله يعافيك. انزين يا حبايبي انا استأذن الحين. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة يا هلا. هذا المحبب اللي فيك يا دلال. تفضل. سويت على الموضوع اللي قلت عنه. خلاص انا موافق. خلاص يعني نسافر هالسنه. نسافر هالسنه. نروح جروبات، ايش رايك؟ ها؟ زين انت مصممه على الموضوع اللي قلت لي عنه؟ بس انا شايف مو عدل. والله ما ادري اللي تشوفه، انا ما اقول لك لا، متعده بكل اللي تبي. يعني مصممه؟ اكيد. بس عاد شوف لا تخليني ازعل واعصب عليك. وانا اقدر على زعلك ولا على تعصبي. شنو هذا؟ على كل حال مش فيك معطيني ظهرك؟ من عمايلك انا خبر المرأة تكون معاملتها طيبة مع ريلها، تعرف شلون الداري مو تاخذ المستشفى وتضحك عليه وتسهره للصبح. زين انا اسفة. اسفة بس الحين كلش عاد كسرتي خاطري. والله ما انسى اللي سويتيه فيني البارح، ما انسى. ما يخالف يا سليمان، عفو عليك. سامحها، خلطت، سامحها. بعدين قليمة قلبها طيب، ما تستاهل منك هالمعامل. ايش حلوها صايرة اليوم، ما بقى ورد بدورات الكويت كلها محطته. يا الحبل كنا حبل مشنقة. يا ملح لا والله ما تقصد شيء، قلبها طيب ومعاملتها زينة، ومني ورايح بتعاملك المعاملة اللي تناسب طبعك. مو كذي يا قنيمة؟ إيه إيه. أقول لك أنا. يلا سامحها سامحها.
عشان خاطري. زين عشان خاطرك سامحتها. يلا عيال قوموا روحوا فوق، قومي غنيمة اخذي لك وينتي، قومي قومي اخذي لك وارتاحوا شوية ساعة فوق، قوم 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 روح معاها. يلا اعدلوا اعدلوا. انت شايفة كذي؟ اي قومي. شفتي؟ شفتي الروح الرياضية مو مثلك، متعصبة ومشاغبة ومتزمتة. يلا تفضل روح فوق، تفضل تفضل. مثل ما وصيتك عفية وخيتي، الله بالمعاملة الطيبة، المعاملة الزينة اللي تناسب طبعه. شال وانت ما خبرت. إذا ما خليت ينسى إن في طابق ثاني بهالبيت ما نقدر. بس ولا كلمة. اسمعني زين وحطني على بالك عدل. شوف ترى حركاتك هذه مو علي. اسكت لا تتكلم ولا بتشوف اكثر بعد. انا عرفتك زين، بتقعد تتعذر وترجى لا عيوني لا عيوني لا. ايش حاجة تبكي؟ لا تبكي، وخريدك لا تجسني. بس انت هذا شغلك كله تقعد تبكي وتتعذر. لا انا ما تفوت علي ملاعيبك هذه. ايه عرفتك زين. وبعدين عطني عرضك تعبك. يلا بشوف مقفاك، ما بشوفك عندي بالدار اني مرة واحدة. قم قم قم. انا سب والهان وانطرد من الغرفة. وما تبين تشوفين رجع كويس يا غنيمة؟ مو ضيري اي المعيون الا بالقوة والعين الحمراء. الا انا يا غنمو، انا صار لي 17 سنة من تزوجتك لهم، انت عارفة طبعي؟ ها؟ طالع دلال اللي ما كملت حتى شهر للحين، طالع شلون تعلمي منها كلها رقة ونعومة ودلال على اسم على مسمى. أنا شو وداني وطي ويا ابني وطي غير دروس دلال. وش سويت لك؟ خذ اسمع خذ أك اسمع. ايش فيكم؟ ليش اللي خلتوني نايمه المده كلها الله يهداكم؟ اثر انت منتي جليله يا دلال. صاير. ايه اللي بدت؟ حطت لي اجهزه تصنت بداري، رادارات ومسجلات، مسويه علي ووتر جيت. عاد انا قلت اعطيها درس الفنها عشان طول عمرها ما تعيدها مره ثانيه. ايه مورطيني انت، انا اللي اكلتها. غنيمة اللي عمرها ما مدت لسانها علي امدتها اليوم، اطردتني وسبتني وهانتني. وش البركة فيك انتي؟ شوف يا سليمان، مسألة انك تتزوج ثنتين وتحطهم ببيت واحد من غير عوار راس ولا دوخة ولا نجرة، هذا شيء مستحيل ما يحصل. لازم تعود روحك على حياة الشرايط. بعدين اصلا هي حياة لذيذة فيها سسبنس. شوف يا بيت الناس، مسألة اني انا احبك واعزك نعم، لكن انا ماني فاضي لكم فاضي مشاكلكم، يكفي علي بلاويكم وبلاوي الشركه. ابوك هناك وانت هني. سمعي دلال. نعم. اللي ارجو منك يعني انك تحملين غنيمه وتاخذين على قد عقلها. شوف يا سليمان، ولو ان الشيء هذا صعب وايد بالنسبه لي، بس ما يخالف بحاول علشانك. طيب ما دام كذي عين خلاص، يلا روحي لها وطيبي خاطرها بكلمتين. ما في داعي يا سليمان. يا سلام، شايفة؟ جاية بنفسها هني عشان تعتذر لك. أنا جاية أشكر دلال على الدرس اللي تعلمته منه. العفو يا حبيبتي العفو، أنا والله مستعدة
على فراغتي كل يوم أعطيش درس مثل هذا. مشكورة وما قصرتي. معناه يعني خلاص عيا تراضيتوا ولا انتوا زعلانين معليل؟ ابدا طاح الحطب. مدام طاح الحطب حين خلاص انا حين الواحد ينام وهو مرتاح ومستانس ياكل بهوس ينام بهوس لاني ودي اشوفكم دائما انتوا بغشمره بضحك بسوالف مثل البلابل مثل الكناري. عاد والله هذا يعتمد على دلول. لا والله عاد اختي غنيمه بعد عمري يعتمد على شنتي. لا يعتمد على شنتي. لا عاد يعتمد على شنتي عاد. لا على شنتي. لا على شنتي. لا عندي حل عندي حل عندي حل انا عندي حل عندي حل عندي حل. لا لا تعال شوفي يا حبيبتي ما يتشاركون الا بنات الحلال. بعدين ايش رايك ننسى الماضي كله ونفتح صفحه جديده من حياتنا؟ هو واحنا ايش ورانا نفتح؟ إذا ما نشفت ريجيج واريت كم يوم القايلة ماني دلت. صبري علي إذا ما خليتي طلقيج ويردك بيتكم ماشي حافي ماني غني.